فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. معاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يركب خلفه عليه الصلاة والسلام في حمار، فهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه كان متواضع، ما كان متكبر صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار، وكان يردف وراءه في الحمار، ففيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. والإحسان إلى المحتاج. الآن واحد تلقى عنده عربية أربع أبواب، ويجي مار في الناس واقفين في الشمس، بالذات مع أزمة الوقود دي، مواصلات ما في، تلقى الناس واقفين في الشمس كتار، يجي مار بالعربية يكتحهم ويغبرهم كلهم. ما هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يردف وراءه في الحمار، فكان يساعد من احتاج، ويجعل الظهر لمن لا ظهر له صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وده فيه فائدة، أفضلية التعليم بالسؤال، بدل ما يوري طوال يقول له: يا معاذ، حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا. لا، أول حاجة سأله: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالتعليم بالسؤال ده أفضل. ليه؟ لأن الإنسان لما تسأل سؤال يقول لك: الله أعلم، ما عارفه، وبعد ذلك توري له تاني ما حينساه أبدا، لأنه فكر فكر ما عرف، فلما توريه تاني ما حينسى، لكن لما تديها له طوالي قد ينسى. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. عشان كده يا جماعة، الزول في الدين إذا سألوه عن حاجة وما عرف في الدين يقول: الله أعلم. في الدين ما يفتي في الإسلام ويتكلم في الدين وهو ما عارف، وهو لا يعلم، مع أنه معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، برضو لما سألوه قال: الله أعلم، لأنه ما عارف. وهكذا الملائكة، قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لأنه الزول بيتكلم في الدين من غير علم، ربنا بيعذبه يوم القيامة، وبيسأله من الكلام في الدين من غير علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم،
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا حيسألك. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصحابة كانوا دائما الواحد لو سئل عن حاجة في الدين ما يعرفه يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، أو يقول لا أعلم، كما قال جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم أو الله أعلم. ونحن عندنا الكلام ده كثير في السودان، واحد يسألوه حاجة في الدين وتلقى جاهل في الدين، يقول له والله يا أخي أفتكر إنه حلال. تفتكر شنو يا أخي؟ الدين إما قال الله تعالى في القرآن، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. الدين ما فيه أفتكر ولا أظن كذي، في الدين ما في كلام زي ده. لو سألوك قدام مليون نفر ما تخجل وإنت ما عارف الدين؟ قل ما عارف. الإمام مالك جاءه رجل مسافر يروى 6 شهور راكب الناقة بتاعته، 6 شهور 6 شهور بالخلا بالناقة كمان مش بعربية، لحد ما وصل المدينة. فقال: يا إمام قومي أدوني 4 أسئلة عشان أسألك ليها، وأنا جاي مسافر لك 6 شهور. الإمام مالك قال لي: جيب السؤال الأول. سألوا الإمام مالك قال: لا أدري، الله أعلم. جيب السؤال الثاني. سألوا قال: لا أدري، ما أعرف. السؤال الثالث، السؤال الرابع، كله لا أعلم، الله أعلم، لا أدري. الرجل كأنه استغرب. الإمام مالك قال له: اركب فوق ذلك الجبل ونادي في أهل المدينة وقل لهم قال مالك لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم، لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. بيخافوا الله، ما يتكلموا حاجة عن ربنا وهم ما عارفينها. عشان كده معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله عليك وعلى أي زول فينا حاجتين بس. الحاجة الأولى: تعبد الله براه، لا تدعو غيره، لا تتوكل على غيره، لا تستغيث بغيره، ولا تستعين بغير الله، ولا تحلف بغير الله. ناس: وحات سيدي فلان، وحات شيخي علان، وحات أبوي، وحات أولادي، وحات النعمة، وحات الكسرى، وحات الملاح، كل باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. مشينا محكمة، كان عندنا قضية، في ناس خشوا قدامنا عندهم قضية معهم العمدة بتاع الحلة، جاء طالعين العمدة قال لي: تعرف الحصل شنو؟ قلت له: ما أعرف. قال القاضي: داري حلف الجماعة ديل الوطمة حقتهم كذابين، خدت لهم داري حلفهم بالله. قال المحامي بتاع التانين قال للقاضي: جماعة ديل لو حلفتهم بالله بيحلفوا كاذبين كذابين، حلفهم بقبة الشيخ الفلاني ما بكذبوا به ابدا، لانه ده اعظم من الله عندهم ذاته. ده كلام عجيب. يودوهم القبة، قال اخر يوم 4 من الشهر، كل اخر 4 من الشهر يحلفوا جوا هناك بالشيخ ما بالله. قالوا لانه الله بمهل، لكن الشيخ بنجم سريع. سبحان الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء. الله قال: اللي بتدعو من دون الله ده شيخ ولي أي حاجة،
الله قال لك ميت واحد، اثنين ما بيخلق حاجة، ثلاثة هزات وفي رقبته مخلوق، كيف يكون أعظم من الله؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. دي عقائد الليلة موجودة، عقائد موجودة. الواحد لو دار يقوم من الواطة بدل ما يقول يا الله تقويني كب، يا شيخ فلان ويا حاج فلان، والله يا جماعة الكلام ده باطل وربنا ما يرضاه. كان نحن رضيناه ولا ما رضيناه، الله ما يرضاه. قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلا الله. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله براه ويعلم الناس إنهم يدعو الله براه. قال لي عبد الله بن عباس ودي عمه رضي الله عنهما، قال لي إذا سألت فاسأل منه، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ضحك ربنا علينا أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ما تشرك بالله أحد أبدا. لو مرتك عرست 10 سنة ما جاب الجنة ما تمشي لفكيه ديك الجنة، لأن الفكيه ما بدي الجنة، والفكيه ما بدي التراب، والفكيه ما بدي ضبانة خليجنا ذبابة ما يقدر يديك لها. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا، ضبانة ما يخلقوها، كيف يديك جنة؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجب علينا معاشر المسلمين أن نصفي عقيدتنا في الله عز وجل، وأن نجرد التوحيد للرب جل وعلا، لا سيما وأننا نستقبل شهرا مباركا، شهرا عظيما
وهو شهر رمضان، لأن من أشرك بالله عز وجل فإنه لا صلاة له ولا صيام، إن صام فصيامه باطل، وإن صلى وقام فصلاته وقيامه باطلتين، وإن حج فلا حج له. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأول شيء، أول حاجة نستقبل بها رمضان العقيدة الصحيحة، إن ما نصرف عبادة لغير الله كعبادة الذبح. في ناس الليلة في بعض المناطق الأخرى الواحد إذا حصل له نعمة يشيل خروف يمشي يطبحه في البنية أو في البيان، مرات يكون فاضي البنية ذاتها ما مدفون فيها زول، لك ده بيان كذب ساكن، يطبح الخروف هناك تقربا لهذا الشيخ أو لصاحب البيان، وليس تقربا إلى الله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، أي لربك، ما لي شيخ ولا لي جن ولا لي شيطان. في ناس برضو لما يبنوا البيت والبيت يحصل العتب، العتب فوق الشبابيك فوق، يقول لك ما ضبحت للجن ولا الشيطان، الشيطان بيسكن البيت، يقوم يضبح لإبليس، ما هو للشيطان، يضبح لإبليس ويشيل الدم بتاع البهيمة يلتخه في العتب وفي الباب، في شنو؟ قال عشان الشيطان ما يسكن، الشيطان يا دوب سكن، يا دوب سكن وسكنوا الناس، اللي قال لك اضبح للشيطان، الشيطان كل ما تتقرب له كل ما يخوفك ويضرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ده اللي بيحصل، والذبيحة دي أكلها حرام، اللي بيضبحوها في القبة واللي بيضبحوها للجن للشيطان كله حرام. ليه؟ لأنها مما أهل لغير الله به، ومن ذبح لغير الله أدخله الله النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، في رجلين، الأول جماشي في شارع والجماعة عندهم صنم، ما بيخلي زول، ما بيخلوا زول يقطع الشارع اللي فيه الصنم ده إلا يطبح للصنم حاجة، ما لله يطبح للصنم. قالوا للأول: قرب أطبح. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، موحد. قال: أنا ما بطبح وأقرب ضبيحة لأحد غير الله، وده المؤمن يا جماعة. فضربوا عنقه كتلوا، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فضربوا عنقه فدخل الجنة، لأنه موحد وأبى يطبح لغير الله. فجاء الثاني قال له: اطبح قرب. قال: ما عندي شيء، دار اطبح والله لكن مفلس وما سايق لي بهيمة. قال له: قرب ولو ذبابا ضبانا، لأنه ما غرضهم ما اللحم، غرضهم إنك تكفر بالله، لأنه لو ضبحت لغير الله كفرت. قبض له ضبانا من الجو وكتلة تقربا للصنم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فخلوا سبيله فدخل النار. هذا حق الله علينا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب إذا الإنسان أدى حق ربنا عليه، ربنا يديه شنو؟ وحق العباد على الله. وما بزول عنده حق على ربنا، لكن ربنا من سعة رحمته، من فضله العظيم، جعل لنا نحن العباد حق عليه، وهو أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لكن ما جعل لأي زول ماشي بني آدم بكرين اثنين حق عليه الله، لا،
جعلوا للموحد العبد الله وما أشرك به شيء. الما بينادي في الشدائد إلا الله، وفي حالة الضر والاضطرار ما بيعرف إلا ربنا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ده عنده حق على الله، الله من رحمة أداه حق. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله ما بعذبك لا في الدنيا لا في الآخرة أبدا، ما تتعذب. الصحابي فرح، معاذ بن جبل فرح، دي بشارة عظيمة. قال يا رسول الله لا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الزلل والذنوب والمعاصي أجمعين، إنه على كل شيء قدير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم أعنا على إدراك ليلة القدر وعلى قيام ليلة القدر خالصة لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا أيمًا إلا زوجته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. واهد ربنا شبابنا، واهد بناتنا، واهد أولادنا، واهد نساءنا، وارحمنا واغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عبد الله فيه ولأهل الحي وجيرانه يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة.